بمناسبة الإعلان عن الانتصار الكبير على عصابات داعش الإرهابية، أهنئ الشعب العراقي بكافة أطيافه وقومياته بهذا اليوم العظيم. هذا اليوم ليس كباقي الأيام، سيسجله التاريخ بأحرف من نور في تاريخ العراق، لأنه واجه هجمة شرسة أرادها الأعداء تدمير العراق ووحدته الوطنية. أنا على يقين أن هذا اليوم سيكون حافزاً ومنطلقاً للوحدة الوطنية بين أطياف الشعب العراقي، والمسير بالبلد إلى التقدم والازدهار. هذا النصر، يوم النصر الكبير، يعني طبعا هو فرحه لكل العراقيين، المهنه العراقيه كلهم بصوره عامه بهذا النصر، وبصوره خاصه لاهل الانبار، لان هذا اليوم يعتبر يوم مميز للانبار، يوم يعني عوده نتذكر كل الذكريات اللي مرت علينا بالسنوات اللي راحت، نتذكر هاي الجامعه اللي احنا بيها، نتذكر انه كانت تحت رايات الظلام، رايات داعش، نتذكر انه الانبار كلها كانت يعني عانت ويعني مرت بايام سود. اليوم هذا اختزل كل هاي الذكريات، اختزلها بضحكه وبسمه وبدمعه بنفس الوقت، بدمعه لان تذكرنا الشهداء اللي راحوا. هذا النصر ما جاب بلا، جاب تضحيات، جاب دماء، جاب بشهداء ضحوا بارواحهم من اجل ان نعيش بسلام، من اجل ان نعيش ترجع الحياه للانبار. هذا اليوم يعني خلانا نفرح ونتامل انه العراق ممكن يرجع، انه الانبار ممكن ترجع بصوره خاصه، انه ممكن نتخلص مثل ما تخلصنا من الارهاب، نتخلص من الفساد اللي طاش بالمؤسسات العامه، وان شاء الله يدوم هذا النصر، وان شاء الله نكون ايد واحده، ويعني ما يرجع الارهاب بصوره ثانيه، وما يرجع الارهاب بلون ثاني، يعني اكيد الارهاب حيحاول يرجع، لكن اذا توحدت الجهود، توحدوا العراقيين بصوره عامه بالهدف الاسمى اللي هو العيش بسلام، اكيد ما راح يرجعون. تحيه اجلال وفخر نقف امام ابناء الشهداء وازواجهم الذين ضحوا من اجل ان تنهض هذه الامه بواقعها العلمي والتربوي، ضحوا بما هو اغلى شيء عندهم وهو الروح. فالروح هي عزيزة على كل مواطن، ولكن أبناء العراق الغيارة الذين انتفضوا لكشف عباءة الحقد والإرهاب، انتفضوا من أجل العراق، من أجل وحدة العراق. أبناء القوات المسلحة سطروا أروع البطولات في ساحات الوغى، في ساحات الشرف، طبعت دماؤهم على السواتر، كانوا رجالا لا يخافون ولا يهابون، لا يهابون هذه الخفافيش الذي قدمت من خارج الحدود لتمزيق العراق ووحدة العراق. نهضوا بالعراق من جديد لتصبح، لولا دماءهم لما كنا ها هنا واقفين لنكمل مسيرتنا العلمية. أبناء الجيش العراقي شكرا، أبناء القوات المسلحة شكرا، أبناء قوى الأمن الداخلي شكرا، والشكر موصول إلى أبناء وقوات جهاز مكافحة الإرهاب الذين قاموا بتحرير المناطق وكسر شوكة الإرهاب في مدينة، في محافظة الأنبار التي كانت النصيب الآخر لنهاية مسلسل داعش الإرهابي وسلسال الدم. من أجمل اللحظات التي تمر على الشعوب العالم هي أيام النصر وساعات النصر، والحمد لله تحقق هذا النصر في العراق بعد سنوات مريرة من القتال ضد عصابات داعش الإرهابية. وهذا النصر تحقق بفضل الله بتلاحم العراقيين جميعا، من شعب واحد من الشمال إلى الجنوب، وبتضافر الجهود بين قواتنا الأمنية بكافة التشكيلات وبكافة الصنوف،
ندعو من الله عز وجل أن يبارك هذا النصر للجميع، وأن يجعل الأمن والأمان يعم في كافة ربوع البلد. والحمد لله، لولا تضحيات ودماء الشهداء لما تحقق لنا هذا النصر. لذلك ندعو من الله عز وجل أن يرحم الشهداء ويشافي الجرحى. نبارك للشعب العراقي على هذا النصر الكبير اللي حققته قواتنا الأمنية الباسلة على عصابات وزمر داعش الإرهابية التي عاثت في الأرض الفساد خلال هذه 3 سنوات التي عانى منها الشعب العراقي من الظلم والتهجير والاضطهاد. وأيضا لا ننسى الدماء الزكية التي سالت على أرض العراق من دماء قواتنا الأمنية البطلة. يسرنا أن نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لشعبنا العراقي العظيم ولقواتنا الأمنية بمناسبة يوم النصر، حيث أعلن عن انتهاء تلك الفترة المظلمة التي سيطر فيها براثن الظلم والإرهاب والكفر والطغيان على بعض مساحات عراقنا الحبيب. فبهذا الإعلان نتقدم لجميع قواتنا الأمنية بشتى صنوفها بأحر التهاني والتبريكات، ولا ننسى أيضا تلك الدماء التي سالت وروت أرض العراق. فالعرفان والتقدير والاحترام لشهدائنا شهداء يوم النصر. طبعا نبارك لكل القوات الأمنية هذا النصر الكبير على هذا الفكر الغربي الداعشي الذي حاول تغيير أفكار المواطنين والأفراد وتغييرهم عن السلوك الصحيح من خلال الأفكار التي دخلوا بها. فالحمد لله على هذا النصر الكبير الذي جازانا به الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الخوارج، خوارج العصر. لذلك نبارك كل القوات الأمنية وكل القطاعات الأمنية من قائد القوات المسلحة وصولا إلى أدنى جندي، ونسأل الله الرحمة لشهدائنا وأن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته وينحقهم بالأولياء والصالحين والشفاء لجرحانا وكذلك الشفاء لجرحانا في الذين أصيبوا في المعارك التي قاتلوا فيها أثناء محاربتهم لهؤلاء الخوارج. ونبارك أيضا لكل المواطنين وكل أبناء الوطن هذا النصر الكبير. نبارك للشعب العراقي بمناسبة النصر الكبير الذي حققته القوات الأمنية والحشد الشعبي، ونطلب الرحمة والمغفرة لشهدائنا من أجل الحصول على وحدة الشعب وسلامته. وأمنيتنا إن شاء الله يكون هذا آخر حزن إنه، وإن شاء الله يا ربي دائما يعمل الأمن والسلام على شعبنا العراقي. وردوها الزلم قيعاننا ورجعت، وقلوب الشعب يا موطني توحدت، والتاريخ كزبر جلد على اللي صار، العراقية بولدها فزعت وهدت، وقلت للشرف يمه، ونست الأيام ودللول الولد والتعبت وربت. بليلة دخلته وزفته ورد ملفوف، بهلاه رجقة التابوت من طلعت، وكل لحقة أخوها وردت بلا روح، وما تتشوها ربع بشالها التتشت، ويقسموا للوطن تا ننسى شريد، زينب ما نسيناها مسبية، بس دق أبو فاضل صدره مناك أمناها يا محامي الحمية. ما يوقع عراق وشايل زلام، يا أخوتي دفهموها القضية، من طبولي وحدي وكلهم ذياب،
وقبل لا صيح لزموني مندية وما شوف اللي رقبه قبالي وطيح انخلط دمنا ويا دم الناصريه.